السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. اللهم يا ربي يا كريم، كما أسعدت عبادك الناجحين الفالحين، أسعد عبادك الحزانة والمهمومين، ومنهم للحسناء اللهم ارزق القبول. اللهم يا ربي أزل عنها الموانع، أزل عنها الموانع من الزواج، وأزل من عنها جميع العوائق، وارزق القبول والفتح المبين، واختر لها زوجا صالحا مصلحا طيبا مباركا مرضيا مهديا في القريب العاجل، اللهم عاجل غير آجل. وجميع بناتنا وأخواتنا وفتياتنا العازبات لمدين الدوم الحنة، وحنا في على أبواب فصل الصيف، يا ربي يا كريم يا رحمن يا رحيم، رغم كل الأمور الصعبة ورغم زمن الكورونا، الله على كل شيء قدير. الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. اللهم سعد جميع بناتنا وأبنائنا العازبين والعزاب، ووفقهم للزواج، وارزقهم رزقا حسنا، وهيئ لهم من أمرهم رشدا، وارفع عنهم الموانع، وارزقهم القبول. اللهم حقق لهم الرجاء. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.